هما الاتنين محتاجين يشتغلوا عليها موضوع الزهق والملل في العلاقة عامة. ايه الحاجات اللي ممكن يعملوها تخلي دايما يعني ما يزهقوش، ما يحسوش ان ده روتين؟ هقولك على حاجة، ده سؤال حلو جدا لانه تفاصيله كتير قوي. هو لازم ابقى انا بحب الشخص اللي قدامي بتفاصيله كلها. تفاصيل الشخص اللي قدامي هي اللي هتخليني ما زهقش، لاني على طول مش هحس انه في حاجه بالنسبه لي بقت مألوفه. ده بالعكس، ده انا طول الوقت عايزه اعرف كل حاجه عن الشخص ده، بهتم بيه، بهتم بتفاصيله، بهتم باحتياجاته، فطول الوقت انا مشغوله بيه. بس انا كمان محتاجه احس نفس الاحساس من الشخص ده. لازم يبقى في توازن بين الاثنين. طول ما في توازن في الاحساس وفي المشاعر بين الاثنين مش هيزهقوا. بيزهقوا لما بيبقى في طرف بيقدم كتير قوي لطرف والطرف التاني ما بيقدمش. طب اشمعنى انا ليه بعمل كده؟ ببتدي اقول لا خلاص، طب انا مش هعمل كده علشان هو ما بيقدمليش. ساعات الطرف اللي ما بيقدمش حاجه هو اللي بيزهق بقى. ما هو بالظبط كده، هو ما بيقدمش لان هو مش حاسس بشغف ناحيه الطرف التاني، عشان كده مش حاسس ان هو المفروض يقدم له حاجه، عشان متعود ان اللي قدامه هو اللي بيقدم. فهو هو في اشخاص في علم النفس شخصيات معينه بتبقى هي طبيعتها ان هي بتحب تاخد اكتر اكتر، ما بتحبش تدي، بتحب تاخد اهتمام وبتحب تاخد مجهود وبتحب تحس ان الشخص اللي قدامها طول الوقت بيبذل عشانها مجهود يعني مش محدود، يعني مفيش ليفل معين للمجهود، هو انت على طول المفروض تعمل كده. بس الفكره ان هو مع الوقت ما بيدركش بقى وجود الشخص اللي قدامي، ده العادي بتاعك، فانا مش حاسس حتى انت بتعمل علشان ايه، فمش بقدر. فيبتدي الشخص اللي بيقدم يحس ان هو ما بيتقدرش، افعاله ما بتتقدرش، ويحس ان هو طب وبعدين، طب ما انا كمان ساعات كاحتياج عاطفي ونفسي انا كمان محتاج كده. فينفعش يبقوا محور حياه بعض؟ بالظبط، صح، لازم هما الاثنين ما يبقوش نقطه ارتكاز. يعني مش انت، انا ارتبطت دلوقتي فانت موجود ومفيش اي حاجه تانية اعملها في حياتي. لازم الشخص يخلق لنفسه حياه، يخلق لنفسه هوايات، يخلق لنفسه شغل، ويبتدي يهتم بده، وما يخليش الجزء العاطفي يبقى هو نقطة الارتكاز اللي حياتي كلها مرتكزة عليها، لأن ده بيوديني بعد كده لجزء التعلق العاطفي والتعلق المرضي اللي بيخليني مش عارف أخرج من علاقة، أو مش عارف حتى أبقى فاهم أنا وجودي إيه في حياة الشخص ده. وحتى لو أنا ما سبتش الشخص ده، مع الوقت الموضوع بيأثر عليا، بيدخلني في جزء تاني اللي هو جزء تملك. أنا مش سامح أصلاً إن أنت تعمل حاجة أنا مش موجود فيها، أو إن أنت تقضي وقت أنا مش معاك فيه، أو إن أنت تكلم حد أنا مش بحبه. فعشان كده بتحصل مشاكل كتير، وفي الآخر بنوصل لمرحلة إن إحنا ما بقيناش متفاهمين وبنزهق من بعض. دايماً يقولك المواقف هي دايماً بتبين الشخص دايماً بيحبك بجد أو لأ. بتشوفي يعني إيه الأصدق في الكلام؟ هل الكلام برضو ساعات بيبقى إنه في الحب قصدي؟ هل الكلام برضو ساعات بيبقى يعني أخد إن اللي قدامي بيحبني بجد؟ في لغات للحب، خمس لغات. ايه لغات الحب؟ من ضمن لغات الحب انه انا محتاجه ان انا اسمع الشخص اللي قدامي ان هو بيقول لي قد ايه هو بيحبني، ومحتاجه اسمع مميزاتي انا من الشخص اللي قدامي، محتاجه احس ان انا كويسه من اكتر شخص انا بحبه. ومن ضمن لغات الحب الافعال، ان انا برضو محتاجه ان الشخص اللي قدامي يدعمني ويدعم كلامه ده بفعل مش كلام بس، لانه كتر الكلام هيخليني احس طب وايه الجديد، انت بتقولي كلام بس الكلام ده ممكن ما يبقاش حقيقي، بالتالي انا مش هثق في كلامه ومش هثق في نفسي لو هو بيقولي حاجه عن نفسي. فمن ضمن لغات الحب غير الكلمات ان انا محتاجه الشخص اللي قدامي يعمل ده بالفعل، ومحتاجه ان هو يقدم لي ويثبت لي قد ايه طول الوقت هو بيحبني. دي منظومه متكامله الشخص غصب عنه بيحتاج ان هو يحس بيها كلها من الشخص اللي هو بيحبه. زي ما هو بيديله مشاعر ووقت ومجهود واحساس، هو كمان بيحس ان هو محتاج كده. لكن التفاني بقى في الحب هو ده اللي بيوصلنا لمرحله ان الشخص بيوصل لمرحله ان انا ما بقاش عندي حاجه اقدمها، انا خلاص ففقدت الشغف وفقدت الامل ومش مبسوط، والحب ده اوحش حاجه في الدنيا. ويبتدي يحس بكل المقاسي والزعل والالم بتاع الحب، اللي هو خلص طاقته كلها مع اشخاص غلط لان هو ما ادركش احتياجه العاطفي الاول. طيب الشك في العلاقة بيأثر عليها ازاي؟ يعني بالذات بيبقى اكتر البنات هي اللي بتبقى شاكة وعلى طول انت بتخني، ده بقى بيأثر ازاي يعني حتى لو هو فعلا مش بيخونها؟ الشك في علم النفس ليه يعني حاجات كبيرة قوي بالنسبة للراجل وبالنسبة للبنت كمان. البنت بتخاف ان الراجل اللي هي مرتبطة بيه يكون هو مش بيحبها كفاية،
او بيحب بنات تانية او شخص متعدد العلاقات، وده بيخليها طول الوقت في حالة قلق وحالة خوف، طول الوقت عايزة تسأله، طول الوقت عايزة تفهم تفاصيل اكتر. وده غالبا بيبقى نابع يا اما هي مش حاسة ان هي ثقتها في نفسها قوية، بالتالي هي طول الوقت هي مهزوزة، وده بيكون ظاهر في كذا جانب مش الجانب العاطفي بس. يا اما الشخص اللي معاها ما بيقدمش كفاية حاجات حقيقية مادية تقدر هي من خلالها تفهم ان هو بجد يعني ميزها وبيحبها ومختارها، فعشان كده طول الوقت بتحس بكده. الشك من الناحية ناحية الراجل اللي هو بيشك في البنت اللي هو مرتبط بيها، غالبا بيبقى نتيجة صدمات قديمة في حياته، فما بيبقاش قادر ان هو يميز الفرق ما بين الشخص اللي معاه برغم ان هو بيبقى بيحبه، بس خايف، فبيبقى نمط من انماط الشخصية، نمط المتعلق، متعلق متجنب وقلق طول الوقت، بيبقى حاسس ان هو قلقان من انه في حاجة ممكن تحصل او ان هي تصرفاتها ممكن تبقى مشابهة لتصرفات حد تاني هو بيتعامل معاه، فبالتالي بيبقوا طول الوقت في حالة قلق عام العلاقة كلها، بيبقى فيه توتر، ما بيبقوش قادرين ان هم يمشوا على وتيرة واحدة. العلاقات اللي فيها شك اغلبها ما بتقدرش ان هي تصمد وقت طويل الا لو الشخصين وقفوا على المشكلة وقدروا ان هم يدركوها بعقلهم مش مشاعرهم ويحاولوا ان هم يدوا نفسهم فرصة، لكن لو الشخصين فضلوا ماشيين ورا مشاعرهم وخوفهم واحساسهم للاسف الشك ممكن حياتهم هتبقى كلها مشاكل، هيدمرها. الشك يدمر اي علاقه لان الانسان نفسه ما بيبقاش حاسس ان هو مرتاح، ومع الوقت هو كمان بيفقد ثقته في نفسه.